طيب النهارده في ليكتشر 8 في الكورونا ريندر اللي هي المره اللي قبل الاخيره. طبعا احنا دلوقتي كنا بنتكلم على اللايت ستوديو من المره اللي فاتت، وكنا ابتدينا نتكلم شويه في التفصيلات بتاعه الماتيريالز نفسها، الماتيريالز الديتيلز بقى، التفصيله بتاعتها بالريفليكشن كام، بكل التفاصيل بتاعتها. النهارده هنكمل برضو في اللايت ستوديو، وهنروح ناخد حاجه اسمها اوباسيتي لاير. طيب يعني ايه اوباسيتي لاير؟ من كلمه اوباسيتي معناها حاجه بتختفي، زي مثلا ما كنت في الفوتوشوب، لو حد بيشتغل فوتوشوب بتيجي في حاجه مثلا في لاير او في طبقه او في اي حاجه بتقلل الاوباسيتي، فتلاقي اللاير دي خفت. تمام. طيب اللاير اوباسيتي في الماكس معناها ان انت تقص حاجات من الاشكال. طيب لو انا عندي بلين او حته قماشه كانت واخده الماتيريال دي، وطبعا واخده بامب زي كده بنفس الصوره بتاعت البامب دي، زي حاجه زي كتان او حاجه زي قماشه عامه، وكنت عايز ان انا القماشه بتاعتي دي يعني افرغ فيها شكل، شكل بقى ورود، شكل اي حاجه، تبقى مفرش، تبقى اي حاجه. فكنا بنجيب صوره ابيض واسود ونقول للماكس ان دي صوره الاوباسيتي. فلما نركب صوره الاوباسيتي الماكس يبتدي يفهم ايه؟ يفهم ان اللون الاسود هيتقص، اللون الابيض يفضل موجود. فيعمل ايه النتيجه؟ تبقى الصوره دي، يبتدي يقص الاسود كله ويسيب لك الابيض اللي هو الشكل اللي قدامك ده. طيب تعال نجرب الموضوع ده جوه الماكس نفسه. في الفولدر اللي انا مديه لكم هتلاقوا فيه كلير لايت ستوديو فايل، عشان ما تقعدش تعمل الاستوديو من اول وجديد، تقعد تعمل بقى اللاين وتقعد تعمل اللايتس بتاعته كده، لا يعني هو جاهز عندك. فانت مجرد انت تروح تعمل فايل اوبن، تروح على الفولدر بتاعك وتفتح الكلير لايت ستوديو اوبن. اوكي. فكده جاب السين بتاعت الكورونا كاميرا. لما تقف على البرسبكتيف كده وتعمل زوم اوت، فهتلاقي ايه؟ ان عندك الباك جراوند وعندك اللايت ريكتانجلز، وطبعا معمول لها ديفاين، والكورونا كاميرا. تمام. طيب تعالى دلوقتي نمسك الخطوات واحده واحده. عشان نطلع صوره ريل لازم يكون عندي الموديل. اول حاجه الموديل عندي بس ناقص فيه ان انا اعمل البلين او المفرش اللي انا عايز اعمله. فانا هروح اعمل كرييت وهعمل بلين، واجي مثلا من التوب فيو واجي اعمل بلين كده. تمام. واجي من البرسبكتيف ابتدي اطلعه لفوق شويه واحركه بالروتيشن شويه كده. فانا ممكن دلوقتي اقف على الكاميرا واشوفه كده، نزله ممكن تحت شويه والفه كمان شويه. ده المفرش بتاعي. طيب عايز اشوف بالشيفت اف، طبعا لازم نكون مشغلين الشيفت اف. طيب دلوقتي الموديل عندي كامل. تاني حاجه عندي هي لا تاني حاجه عندي هي الكاميرا. الكاميرا معموله بس محتاج اعمل تشيك على الاوبشنز بتاعتها. فهدوس من الكورونا كاميرا هنا واروح اعمل سيلكت كاميرا واروح على موديفاي واعمل تشيك فيلد اوف فيو، اسيبه زي ما هو. هنزل تحت، كنت بس باجي في التلت اند شيفت بعمل اوتوماتيك فيرتيكال تلت، يعني اساس ان احنا نبقى ظبطنا الاوبشنز بتاعتها. طيب الكورونا كاميرا خلصت. بعد كده كنت بروح اظبط السيتنجز. تمام. كستبس، فاروح على الريندر سيت اب وامسكها واحده واحده. الاول في الكومن كنت بقفل الرول اوتس دي وباجي على اساين ريندرر اتاكد ان هو كورونا 5. بعد كده بروح على الكومن واختار مقاس الصوره اشتغله 800 600. اوكي. طيب وبعد كده هروح على السين هعمل النويز ليفل ليميت مثلا 6، لقيته 3 عملته 6. في الدينويزنج مود كنا بنشتغل على كورونا هاي كواليتي. اوكي. حد مش فاكر الكلام ده؟ طيب بعد كده كاميرا ما كنتش بعمل فيها حاجه. بيرفورمانس كنت بس بعلم على انيبل كوستكس لو عندي ازاز وميه، وطبعا بس ايه براعي ان هو هتاخد وقت كبير شويه في الريندر. سيستم برده ما كناش بنعمل فيها حاجه، كنت بس بعمل تشيك ان انا عندي اللايسنس اكتف. بعد كده في الريندر اليمنتس لازم نتاكد من الاليمنتس دايركت اندايركت ريفلكت ريفراكت ترانسلوسنسي لايت ميكس شادوز. تمام. وهلاقي في 1 2 3 دول اللي هم ايه؟ دول هم اللايت ريكتانجلز اللي موجودين بره اللي بينوروا على الاستوديو بتاعي. طيب الريندر سيت اب بتاعك خلص. طيب محتاج تعمل ايه؟ اللايتس. اللايتس معموله. طيب اعمل تيست، ممكن اعمل ريندر اتفرج بس على السين بتاعي وهو منور الاول
اه انا عامله كده بس عشان اشوف الفكره بتاعته. طيب انا كده بالنسبه لي تمام ان في لايت من اليمين ومن الشمال ومن فوق، يعني تقدر تطفي واحد فيهم وتشغل واحد فيهم، بس بالنسبه لي اللايت مقبول يعني. تمام، طبعا المفروض تستنى يخلص ريندر عشان تعمل تشيك ان مفيش نويز في الصوره، بس تتاكد ان الصوره ما فيهاش نويز وتكمل في الماتيريالز عادي. انما احنا بنجرب على لايت ستوديو، فتعالوا نكمل على طول. البلين ده انا عايزه ياخد الماتيريال بتاعت الكتان، فعشان اعمل الماتيريالز كنت بفتح ماتيريال اوكي، وبقف على اي سلوت فاضيه وبروح اعمل ايه، جيت ماتيريال واروح على كورونا ام تي ال دبل كليك فتنزل لي ماتيريال هنا. تمام، طيب انت دلوقتي عملت كرييت للماتيريال جديد، هتسال نفسك الخمس اسئله اللي احنا كنا بنسالهم. اول حاجه، الماتيريال دي لون ولا نقشه؟ نقشه، يعني في الديفيوز مش هيبقى كلر، مش هيبقى سوليد كلر، هيبقى تكتشر. فهروح ادوس على المربع ده واروح على مابس واعمل بيت ماب، اروح على الفولدر بتاعي اللي انتوا هتاخدوه، هروح على الماتيريال اللي اسمها رج، هي السجاده يعني او المفرش يعني. فانا هخش عليها، هتلاقي الصوره بتاعت ايه؟ الديفيوز، اللي هي صوره النقشه بتاعتها اللي هي البني. عايز تتفرج عليها تقدر تعمل لها اوبن كده مؤقتا تتفرج عليها، وبعد كده تقفل دي. المهم تعمل لود للماتيريال دي، ولما بتعمل لود هو بيخش اوتوماتيك على الاوبشنز بتاعت الصوره، فبرجع ايه؟ جو تو بيرنت. وبعد كده بعد ديفيوز في ريفليكشن، بسال نفسي ريفليكشن في ريفليكشن؟ اه في، بس بسيط قوي قوي قوي، فممكن يبقى 0.15 والجلوسنس 0.15 برضه. تمام؟ طيب بعد الريفليكشن كنا بنسال نفسينا في ريفراكشن؟ مفيش ريفراكشن. طيب بعد كده عندنا في البامب بدل نو ماب هندوس عليها ونعمل بيت ماب، نروح نختار البامب. هي تقدر تتفرج طبعا، تعمل جو تو بيرنت كده وترجع تتفرج على الماتيريال، يبقى ده شكلها. طيب عايز اعملها ابلاي على البلين ده، فاقدر امسك البلين واقف على الماتيريال واروح اعمل ايه؟ اساين ماتيريال تو سيلكشن، او امسكها كليك ودراج واحطها على البلين ده. طيب السكيل بتاع النقشه اللي هنا بالنسبه لك كويس؟ اه بالنسبه لي كويس. طب لو مش كويس، هتمسك البلين ده وتحط عليه موديفاير اللي هو يو في دبليو ماب عشان تغير في السكيل بتاعه. اوكي؟ طيب دلوقتي طبعا انت لو عملت ريندر هيبان لك شكل الماتيريال اللي احنا شفناه في البريفيو هنا، بس المره دي في اللايت ستوديو. طيب هل ده اللي انا عايزه؟ لا مش ده اللي انا عايزه. انا عايز المفرش ده بدل ما هو بلين كده يتقص منه ويبان لي شكل المفرش بالتفريغات اللي انا كنت عايزها. طيب علشان اعمل كده لازم يكون معايا صوره، لازم يكون معايا صوره ابيض واسود، بتبقى حاجه اسمها كاليجرافي او سلويت او اي حاجه من الحاجات دي بتبقى ابيض واسود، استخدمها في ان انا افرغ واقص الماتيريال. طيب زي ما كنا بنتفق الماكس بيفهم ان الابيض هو اللي ليه ادفانتج، ليه الخاصيه المهمه، والاسود هو اللي بيتعمل له اهمال. فبالتالي الاسود اللي في الصوره ده هو اللي هيتقص والابيض هو اللي هيظهر. طيب اعمل له لود فين بالظبط في الماتيريال؟ اقول لك لما تفتح الماتيريال كده هتنزل تحت في المابس هنا، تلاقي فوق البامب بشويه كده تلاقي في حاجه اسمها اوباسيتي. اوباسيتي هي المسؤوله عن ان انت تعمل لود للصوره فيبين الابيض ظاهر والاسود يختفي. فاجي في الاوباسيتي واروح على كلمه نو ماب وادوس عليه واعمل لود لبيت ماب، واعلم على الصوره اللي فيها الورد دي واقول له اوبن. اوكي؟ طيب تعالى دلوقتي نعمل بريفيو للماتيريال هنا. فتلاقي اللي حصل في السفير دي ابتدت تتفرغ، ابتدت الاوباسيتي لاير تاثر على الماتيريال عندي. طيب عايز اشوف ده بقى على البلين، على المفرش بتاعي جوه السيم بقى. طيب فدلوقتي هتقدر ان انت تشيل طبعا انت واقف على الماتيريال، تشيل الزرار بتاع شو شريط ماتيريال ان في بورت، شلته وحطيته تاني، راح جاب لك ايه؟ جاب لك الصوره الابيض واسود. طب هي الصوره الابيض واسود دي جابها ليه؟ هو انت هنا جوه الماتيريال واقف فين؟ انت واقف جوه الصوره صح؟ طيب ارجع جو تو بيرنت، تيجي تعمل بقى شو شريط ماتيريال ان فيو بورت يجيب لك ايه؟ يجيب لك النتيجه النهائيه اللي باينه هنا. طب لو انا كنت عايز اشوف الصوره الابيض واسود بس،
عشان اعملها سكيلينج مثلا، فاقدر اخش جوه الاوباسيتي ادوس على الصوره دي واعمل ايه؟ شو شيدد ماتيريال ان فيو بورت. المكان اللي انا بدوس عليه شو شيدد ماتيريال ان فيو بورت بيجيبه لي على السين جوه الفيو بورت نفسه، سواء كان جوه الصوره او رجعت جو تو بيرنت ومسكت الماتيريال من بره خالص وعملت شو شيدد ماتيريال ان فيو بورت. طيب انا دلوقتي لما عملتها كده وعمل لها فيت، يعتبر عمل لي دايره واحده في البلان ده. طب افرض انا كنت عايز اربعه، فممكن اعمل ايه؟ احط يو في دبليو ما تمام، وامسك الجزمه واعمل له سكيل واقلل. انا كده بزود التكتشر صح، بزود النقشه زي ما كنا بنعمل، بكبر او بصغر. طيب ده اثر معايا في ايه؟ كبر وصغر الصوره بتاعت التكتشر، وبالتالي كبر وصغر الصوره بتاعت الاوباسيتي وبتاعت البامب مع بعض كده كتير. ممكن لا، ممكن لا، بس يعني عشان يبقى واضح شويه الماتيريال فيه، فانا ممكن اسيبه على سكيل واحده هي بالظبط. وتعالوا نعمل ريندر ونشوف الشكل ده هيطلع ازاي عامل في الريندر. فدي النتيجة اللي طلعت لي لما عملنا المفرش ده ومتفرغ فيه بالاوباسيتي لاير. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي بتفيدني قوي في الاوباسيتي لاير حاجة زي التريز، الشجر. تمام، هتلاقيني كاتب لك هنا ان استخدام ال 2 دي بيكتشرز في الشجر في ال 3 دي ماكس هو يعني تقدر تقول اكتر كفاءة من ال 3 دي. ليه؟ ال 3 دي موديل كشجره لما بتيجي تنزلها وتيجي تعملها رندر، طبعا على حسب الزاويه بتاعتك انت محتاجها تبقى 3 دي ولا لا، بس مثلا انت عندك فيلا وعايز تعملها من ورا شويه شجر، من ورا مجرد حزام شجر من ورا عايزه يغطي السين بتاعك، لو انت حطيته 3 دي هياخد وقت كبير قوي في الرندر، فمفروض انه يتاخد 2 دي ويتعمل رندر اكنه 3 دي عادي جدا ومفيش اي مشكله. طيب الكلام ده هيتعمل ازاي؟ بتجيب صوره عاديه جدا لشجره تمام، سواء بقى بي ان جي مقصوصه جاهزه او جي بي جي. انا هعتبر هفترض اسوأ الحالات ان انت جايبها جي بي جي. فصوره زي دي في الجي بي جي بتاعها هي فيها البني وفيها الاخضر والباك جراوند لونها ابيض. طيب هل انا في الباكس لو جيت قلت له ان انت عندك لير اسمها اوباسيتي زي الصوره اللي تحت، في صوره عندي اوباسيتي فيها ابيض واسود رحت مركبها على الشجره دي، فلما اركب صوره الاوباسيتي دي على الشجره النتيجة تطلع ايه؟ طيب دي صورة الاوباسيتي، هروح اركبها على الصورة دي في الماكس في الماتيريال، يعمل ايه في الشجرة؟ هيقص الابيض وياخده، انما الاسود يعمل فيه ايه؟ هرميه في الزبالة. وده بالظبط اللي انا عايزه، انا دلوقتي الصورة دي فيها ابيض، انا مش عايز الابيض ده كله. تمام؟ طيب؟ فلما اروح اركب لصورة زي دي اوباسيتي لاير، فاقدر اعملها لود جوه الماكس واديني الشجره دي كلير من غير الابيض اللي حواليها. طيب هو اصلا الصوره لما تيجي تنزلها من على النت مثلا، تلاقي في الفولدر عندك في تري الصوره مثلا زي دي، انت نزلت صوره عجبتك طبعا بريزوليوشن قويه علشان بس تقدر تعمل فيها اديت، وعايز تاخد الصوره دي تحطها عندك في الباك جراوند. طيب بس عندك في جزء ابيض كتير قوي انت مش عارف تشيله. طيب هنعمله ازاي؟ هتاخد الصوره دي على الفوتوشوب، انا فاتح الفوتوشوب هنا، فهتاخد الصورة دي دراج كده على الفوتوشوب. اوكي؟ دلوقتي بقى أنا عايز أعمل سيلكت على كل اللون الأبيض. طيب فأنا هعمل إيه؟ سيلكت كولر رينج. تمام؟ وهخليها هنا على الهايلايتس. بدل سامبلد كولرز هخليها على الهايلايتس. وأروح أختار اللون الأبيض. اوكي؟ ممكن نخليها كده مثلا، ده الرينج بتاعها اللي هو ايه، يختار الابيض والجزء اللي حواليه يعني يقدر يخش على رسمتي ولا لا، فيعني مش لازم تزودها قوي الاخر، بس كده ايه، هو دلوقتي لما ادوس اوكي هو هيختار الابيض، فاعمل اوكي كده هو عمل سيلكشن على الابيض. طيب اللي انا محتاجه دلوقتي ان انا اعمل ايه، اجي هنا اعمل كرييت نيو لاير، هعمل لاير جديده كرييت نيو لاير. طيب عايز املى اللاير دي بالسلكشن اللي انا عامله ده بلون اسود. ليه بلون اسود؟ عشان المفروض ان دي الاجزاء البيضاء انا عايز امسحها في الماكس،
فلازم تكون مملية بلون اسود. اوكي، فهروح اعمل ايه؟ اديت فيل. فدلوقتي انا عملت نيو لير بعد ما عملت السلكشن، وعايز املى السلكشن ده بلون اسود، فعملت اديت وعملت فيل، بس المره دي هعملها ايه؟ بلاك. عايز املاها ببلاك، واقول له اوكي فاتملت بلون بلاك. طيب اخفي كده الباك جراوند من هنا، اللي هي اللاير اللي كان فيها الشجره اصلا، اللي هي كانت بتاعت الجي بي جي. طيب دلوقتي انت بقى عندك لاير هنا فيها اسود، طيب وده اللي هيختفي. طب العكس يبان صح؟ يبقى العكس لازم يبقى لونه ايه؟ ابيض. الجزء اللي هو مدي الاوت لاين بتاع الشجره ده لازم يبقى ابيض. طيب عايز اعكس السلكشن، كنا بنعمل ايه؟ فاكرين كان في شورت كات كده للسلكت انفرس في الماكس، كنا خدناه. كان كنترول اي، كان كنترول اي. نفس الفكره برده في فوتوشوب، هي كنترول اي يا اما بتيجي من سلكت هنا. فين هي؟ في سلكت انفرس هنا، فهيعمل سلكت انفرس. تقدر تعمل ايه بقى؟ اديت فيل وتعملها المره دي وايت. اوكي طيب عايز اعمل دي سلكت، خلاص بتعمل ايه؟ كنترول دي اللي هو دي سلكت يعتبر. فدلوقتي سيبك بقى من اللاير بتاعت الباك جراوند ديت، دلوقتي في لاير عندي بقى فيها اسود وابيض. طيب عايز اعمل سيف للصوره دي، فاقدر اعمل فايل سيف از واعمل جي بي جي واسميها 3 اوباسيتي، اقول له سيف. فتيجي في الفولدر بتاعك تلاقي ان نزل لك صوره اسمها 3 اوباسيتي اللي هي ابيض واسود. لما اخد الصوره الابيض واسود دي واركبها على الجي بي جي الاصليه، يبتدي يقص الاجزاء اللي واخده اللون الاسود ويسيب الاجزاء اللي واخده اللون الابيض. تمام؟ فتعالوا نشوف ده جوه الماتيريال بقى نفسها في الماكس. طيب انا ممكن اما اعمل بلين جديد اجي من الفرونت فيو مثلا او من اللفت فيو، واجي اعمل كرييت واعمل بلين كده مثلا، واروح على الكاميرا برسبكتيف واجيب البلين ده لبره شويه، حتى لو لفيته يبقى بس الفيس المنور قدامي، وممكن اطلع ده لفوق شويه، الكاميرا لفوق شويه. ده البلين انا هحط عليه الشجره. فهروح على الماتيريال اديتور واقف على اي ماتيريال جديده واعمل جيت ماتيريال كورونا ام تي ال، واروح اسال نفسي اول سؤال في الديفيوز، الماتيريال بتاعت الشجره دي تكتشر ولا كلر؟ كلر بس تكتشر. فاروح اعمل لود بيت ماب واروح على تري واختار صوره الشجره الجي بي جي. تعال نعمل بريفيو كده نتفرج عليها. طيب عملت الصوره لود تمام، ارجع جو تو بيرنت اسال نفسي في ريفلكشن، ممكن يبقى قليل قوي 0.1 و0.1 مثلا. طيب في ريفراكشن؟ لا مفيش ريفراكشن. طيب في بامب؟ هقول لك لا مش مهم البامب دلوقتي، ولا في ديسبليسمنت. بس شايف بقى انت الاجزاء البيضاء دي اللي في الجي بي جي عايزين نقصها، فلازم اروح من تحت كده على الاوباسيتي واروح على كلمه نو ماب واعمل لود احط بيت ماب واختار الصوره الابيض واسود، فيخلي الابيض موجود والاسود يبتدي يتشال. ارجع جو تو بيرنت وابتدي اعمل ايه؟ ابديت كده اشوف الماتيريال هنا هتبقى عامله ازاي. فهتلاقي ان الابيض ده كله اختفى. تمام؟ فدلوقتي تقدر تاخد الماتيريال دي وتسحبها وتروح تحطها على البلين بتاعك، فلما حطيتها على البلين بتاعك كل اللي كان موجود بالابيض اتشال، صح؟ فتقدر دلوقتي ان انت تحطها في الباك جراوند عندك ورا السين بتاعك وتكررها وتخليها باصه للكاميرا وتعمل لها ريندر. ممكن تبقى تنزل حاجه بالاوباسيتي بتاعتها جاهزه، يا اما اشتغل بقى بال3 دي على طول، يا اما ممكن تاخدها بالفوتوشوب جاهزه، او لو انت هتحط باك جراوند بقى جاهزه بالشجر بتاعها بكل حاجه بخطوه واحده يعني، عشان برضو ما تبقاش بتصعب الدنيا على نفسك. اتعلم فوتوشوب.
اوكي، فيبتدي تبان الشجره، بتبان مش وحشه يعني بالنسبه ان هي بتبقى ورا المبنى ومجرد ان هو كوردون شجر انا بحطه ورا، فما بتبقاش باينه قوي. بالعكس ده في ناس كمان لما بتحطها بالفوتوشوب على طول من غير ما تدخلها على الماكس اصلا بيبقى بالنسبه لها الموضوع اسهل يعني. اوكي، انما فكره من الافكار في ان انت بتستغل الاوباسيتي لاير، فكره الاوباسيتي لاير تستخدمها في حاجه زي كده. اوكي طيب، تعال نشوف ايه تاني ممكن ينفع نعمله بالاوباسيتي لاير. حاجه زي الترابيزه دي او البوف ده والكرسي ده، هو الكرسي ده معمول ايه؟ تحس ان هو كله ستيل بس متفرغ فيه اشكال باترن كده، ممكن تستغلها بالاوباسيتي لاير ان انت تعمل في الماتيريال نفسها ان يبقى في حاجات مفرغه من غير ما تقعد توجع دماغك بالموديل. تمام، ممكن تعمل حاجه زي كده، مفرش زي ده يبقى متفرغ فيه. تمام، ممكن تعمل حاجات زي كده، ممكن تعمل مفرش زي كده، ممكن تعمل سجاده. تخيل انت عندك سجاده كان في بلين هنا ورحت انت جبت الفوت برينت بتاعت زي اللي هو الدب او اي شكل من فوق من توب كده، وعايز تقص السجاده دي على نفس الشكل، فيبقى الرسمه من جوه، الرسمه الاوتلاين ده من جوه كله مليان ابيض من هنا ومن بره اسود، فيقص البلين بتاعك بتاع السجاده ويبين لك بس اللي انت عايزه، الجزء اللي انت عايزه من السجاده. تمام، فدي فكره الاوباستي لاير، جرب فيها، جرب طلع نتائج منها على قد ما تقدر يعني. اوكي تعالوا بعد كده نروح نتكلم على الماتيريال بتاعه البلانت، الزرع. طبعا انت بتيجي تنزل زرعه بتنزلها بالماتيريال بتاعتها جاهزه. طب الماتيريالز دي الناس بتعملها ازاي، او الناس بتعملها كرييشن ازاي؟ لازم تبقى عارف، وبعد كده خد الجاهز اشتغل بيه مفيش مشكله. طيب هتلاقي عندك في الفولدر في فايل ماكس اسمه بلانت اند كاندل مودلز. كل اللي انا هعمله ان انا هاخد منهم المودلز بان انا اعمل امبورت وميرج. طيب فانا هفتح الماكس بتاعي، وهمسح البلين ده وهسيب اللايت ستوديو زي ما هو. هاجي من التوب فيو عشان اعمل امبورت للموديل بتاع البلانت كلها، وهعمل فايل امبورت ميرج، وهروح اختار الفايل اللي اسمه بلانت اند كاندل مودلز واختار اوبن. هيقول لي عايز تاخد الجروب اللي كان اسمه كاندل ولا اللي اسمه فلاورز؟ هاخد اللي هو اسمه فلاورز ده، واقول له اوكي. طيب هتلاقي ان هو نزل لك بعيد هنا، عشان كده احنا بنعمل امبورت من التوب فيو، واقوم ماسكه ومحركه جايبه في النص كده، وبعد كده اروح اقف على الكاميرا. ممكن بقى اظبطه واجيبه يمين شويه. طبعا هو دلوقتي واقف على الارض فانا مش هينفع ارفعه، فممكن انزل بالكاميرا شويه كده، ممكن اعمل روتيشن بحيث ان انا ابين شويه الورد بتاعي مثلا بالطريقه دي. طيب تعالى نمسك الجروب ده، طبعا هو كله جروب واحد، فانا محتاج ان انا اعمل جروب اوبن. هتلاقي عندك في الباول اللي تحت، وعندك التربه بتاعتها السويل بتاعتها، وعندك في موديل او اديتابل بولي ل تقدر تقول الجذع بتاع الورد والليفز دي، وهتلاقي ان الليفز دي برده معموله جروب، وهتلاقي ان الفلاورز دي معموله جروب او اديتابل بولي واحد. طيب عايز ابتدي اعمل الماتيريالز بتاعته، تعال نبص جوه الفولدر بتاع البلانت تكتشرز. هتلاقي عندك في صوره كده، الصوره دي ممكن استخدمها ان انا اعمل الفخار بتاع الباول نفسها. اوكي ملهاش صوره تانية يعني، هي صوره بس كده من غير بامب. بالنسبه لي كويسه مفيش مشكله. فانا هفتح الماتيريالز وهروح على اي سلوت جديده واعمل جيت ماتيريال كورونا ام تي ال، واروح اسال نفسي سؤال في الديفيوز، سوليد كلر ولا تكتشر؟ تكتشر، واعمل بيتما واروح اختار الصوره اللي كانت في الفولدر اللي اسمه بلانت تكتشرز واختارها كده. تمام، وارجع جو تو بيرنت واسال نفسي بعد الديفيوز في ريفليكشن، في ريفليكشن بسيط 0.2 0.2، عشان دي فخار ما بيعكسش قوي، مفيش طبعا ريفراكشن ولا في ولا اعمل بامب ولا ديسبيسمنت ولا اي حاجه ثانيه خلاص. اوكي طيب بعد كده عايز اروح اطبقها على الباول دي، فهتمسك ال القصريه بتاعت الزرعه دي، وتقف على الماتيريال وتعمل اساين ماتيريال تو سيلكشن. تمام، تقدر تشيل اف 4 عشان تتفرج عليها، ويقول لك ان التكتشر توقعها مش عاجبني محتاج اكبر او اصغر، فروح على موديفاي واحط يو في دبليو ماب.
واقدر ان انا اخلي التوقيع بتاعها بوكس مثلا او سلندر. سلندر برضو في الحاله دي كويسه لانها مدوره. اوكي، واقدر امسك الجزمه واقدر ايه اكبر او اصغر التكتشر بتاعتي. ممكن اعملها حتى سلندر كده واكبر مثلا كده او اصغر، واقدر اطلع لفوق او اقل، نزل لتحت براحتك خالص. اوكي، طيب الماتيريال اللي بعد كده هعمل السويل. التربه دي هي معمول لها موديل جاهز، فانا هروح على ماتيريالز واقف على سلوت جديده واعمل كرييت ماتيريال كورونا ام تي ال. وطبعا في اول سؤال في الديفيوز هي تكتشر، السويل دي تكتشر، والصوره بتاعتها اهي صوره رمله عاديه جدا او صوره تربه. اوكي، هروح اعمل لها لود من هنا وبيت ماب واختار صوره الجراوند وارجع جو تو بيرنت. طبعا مش محتاج بقى اعمل لها ريفليكشن او ريفراكشن، انها اصلا الجزء بسيط جدا اللي باين منها. طيب فعايز اعمل لها ابلاي على الموديل بتاعها، فانا اقدر امسك الموديل وادوس عليها من هنا واعمل اساين ماتيريال تو سيلكشن، فاقف حتى في البرسبكتيف واجي اقرب عليها كده واتفرج، الاقي التكتشر معقوله مش وحشه يعني. اوكي، طيب بعد كده تعالوا نروح نتكلم على الماتيريال بتاعه الليفز نفسها، الورق الشجر نفسه. هتلاقي في الفولدر عندك هنا في صوره موجود فيها الليف نفسها اللي هي الورقه الخضراء، الصوره دي تمام. فدي الصوره المفروض تبان بيها الورقه بتاعت الزرعه. طيب حد يقدر يقول لي ايه الصوره دي؟ دي البامب. طب البامب هنا نتيجته تطلع عامله ازاي؟ يخلي العروق بتاعه الليف نفسها تبقى بارزه والليف نفسها تكون غطسه سنه، فيبين لك العروق بتاعه الليف لحد ما بطريقه كويسه او طريقه حقيقيه شويه. طيب الصوره دي اوباسيتي، طيب تعمل ايه الصوره دي في الاوباسيتي؟ تشيل الجزء الاسود اللي بره، لو ده بلين يعني تشيل الجزء الاسود اللي بره وتبقي لك الاوت لاين بتاع الزرعه او بتاع الليف. اوكي، فاحنا هنعمل لود للثلاث صور دول طبعا بالترتيب وزي ما بنمشي. نروح على ماتيريال جديده ونعمل جيت ماتيريال ونعمل كورونا ام تي ال، ونسال نفسينا في الديفيوز هي كلر ولا تكتشر؟ هقول لك تكتشر، فهعمل لود لبيت ماب واختار الصوره نفسها الخضراء اللي هي فيها الماتيريال نفسها تكتشر نفسها. اوبن. طيب الماتيريال دي لما ارجع جو تو بيرنت كده، تعالى حتى نشوف البريفيو. الماتيريال دي ليها ريفليكشن؟ اه ليها ريفليكشن، وبرده مش جامد قوي، فممكن 0.5 او 0.5 مثلا. واقدر اعمل ابديت. بعد الريفليكشن في ريفراكشن؟ لا. في بامب؟ اه في بامب، فاروح على البامب اعمل لود لبيت ماب واحط الصوره اللي فيها العروق دي. اوكي، وارجع جو تو بيرنت واشوف في الابديت الصوره تطلع عامله ازاي. ابتدت شويه العروق تبان. عايز تقوي الموضوع شويه ممكن تنزل تزود البامب، خليه 2 مثلا واعمل ابديت. اوكي، فيبان لك العروق بالطريقه دي. طيب بعد كده هاجي اقول لك ان صوره الديفيوز كان فيها اسود، فانا محتاج اشيل الاسود ده منها تمام. طيب علشان اوضح لك الموضوع على الموديل، انا همسك الماتيريال دي وراح احطها على الايديتابل بولي اللي هو كان فيه الليفز او البلينز بتاعت الليفز دي، همسكه كده كليك ودراج عليها، فتلاقي ان الليفز بقى فيها ايه، التكتشر بانت ولكن في جزء اسود باين انا مش عايزه، عايز اخفيه. فاروح على الاوباسيتي واروح بدل نوماب اعمل لود لبيت ماب واختار صوره الاوباسيتي دي، فيسيب لي الابيض والاسود يشيله واقول له اوبن. وطبعا اقدر ارجع جو تو بيرنت ولسه ما اتعملهاش ابديت هنا، اقدر ان انا اشيل شو شيدد ماتيريال وادوس عليها تاني فيجيب لي اخر ابديت ليها جوه الفيو بورت، فتلاقي ان الزرع كله اتقص منه الجزء الاسود. موضوع صعب ولا سهل لحد دلوقتي؟ لا، ما قصش من الموديل، قص من الماتيريال. طيب شايف الاوت لاين الازرق ده؟ ده الموديل بالظبط، شفاف او مش باينه في الماتيريال. لو انا دلوقتي مسكت ماتيريال زي ماتيريال السويل دي ورحت حطيتها على الاوبجكت ده، فبصي بقت عامله ازاي؟ هو الموديل كله، ولكن انا لما جيت احط الماتيريال دي عشان فيها اوباسيتي شال الجزء اللي كان اسود حوالين الورقه. اوكي؟
طيب بعد كده تعالوا نروح نتكلم على الماتيريال بتاعه اللي هي الصاج بتاعه الليفز دي، ممكن اعمل لها ايزويت حتى عشان ايه نتفرج عليها كويس. فدي كده الجذع يعتبر اللي طالع وماسك في الورده. طيب الجزء ده هنقوله المره دي ان احنا هنعمله بلون، تمام؟ فاروح على ماتيريال واعمل جيت ماتيريال واختار كورونا ام تي ال. وهاجي اسال نفسي سؤال في الديفيوز، هو تكتشر ولا كلر؟ اقول لك هو كلر، بس هو مش كلر واحد. طيب الجزع ده او الـ كل العود ده هخليه يتعمل بثلاث الوان. ليه بقى؟ مش المفروض انت لما تيجي تشوف حاجه زي كده بتلاقي مثلا ان تحت غامق قوي، لون جرين غامق قوي، بعد كده الجرين ده بيبتدي يفتح وانت طالع. طيب فهو كلر، بس هو مش كلر واحد، هو في جريدينت او تدريجه الوان. طب الكلام ده نعمله ازاي؟ هقول لك في الديفيوز لو رحت اخترت من كلر هنا لون يبقى انت بتعمل سوليد كلر واحد بس، تمام؟ طيب البوكس اللي جنبه دوت لما تيجي تدوس عليه هتلاقي فيه اوبشنز كتير جدا. احنا كنا بنشتغل بالبيت مات بس، هنزود حاجه، هنروح نشتغل بحاجه اسمها جريدينت. يعني بدل ما انا هشتغل ببيت مات صوره، لا انا هشتغل بتدريجه لون جريدينت، هدوس عليها دبل كليك. طيب لما دوست دبل كليك على جريدينت دخلني جوه على شويه تفاصيل. طبعا لو كنت بعمل لود لصوره فكان بيخش جوه تفاصيل الاوبشنز بتاعت الصوره، انما المره دي انا عملت جريدينت. فانزل تحت كده هلاقي في حاجه اسمها جريدينت بارامترز، هتلاقي فيه ثلاث الوان، هما دول اللي انا هشتغل بيهم. فاول لون هعمله جرين غامق، جرين غامق شويه، اقول له اوكي. طيب عايز اللي بعديه، ممكن اغمق شويه كمان، عايز اللون اللي بعديه يكون افتح شويه. طيب هل ينفع اخد اللون ده كوبي تحت وافتحه؟ اقدر اقف على اللون ده واعمل كليك ودراج لتحت كده واقول له كوبي، فانا كده خدت البوكس اللي فوق ده عملته كوبي تحت. وبعد كده اعمل ايه؟ ادوس عليه وافتح اللون من هنا شويه واقول له اوكي. طيب عايز بقى اخد اللون ده كوبي تحت هنا وافتحه، خد ده كوبي كده كليك ودراج واقول له كوبي، ويفتح اللون ده وفتحه اكتر كده مثلا وقول له اوكي. فدلوقتي انت بقى عندك ثلاث الوان بتدريجات مختلفه تقدر تفتحه من هنا تتفرج على الكوره دي، هتلاقي فيها ان فيها كان جزء جرين غامق بعد كده ابتدى يفتحها واحده واحده. اوكي طيب ارجع جو تو بيرنت واكمل. انا خلصت الديفيوز، اخش دلوقتي على الريفليكشن. في شويه ريفليكشن، خلي مثلا 0.5 برده 0.5 واقدر اتفرج عليها كده. طيب فيها بعد كده نسال في ريفراكشن؟ لا. في بامب؟ لا. في ديسبليسمنت؟ لا. خلاص كده. طيب عايز بقى امسك الماتيريال دي واروح احطها على الاوبجكت بتاعي، فامسك الاوبجكت بتاعي واقف على الماتيريال واعمل اساين ماتيريال تو سيلكشن. فتلاقي في الفيو بورت ايه اللي حاصل؟ ان هو اللون ابتدى يبان ان من تحت غامق، وابتدى لما طلعنا شويه ابتدى اللون يفتح شويه، وفوق خالص اللون فاتح خالص. طيب هو وارد ان انت تلاقي الموضوع العكس؟ وارد. ازاي؟ يعني ايه بالظبط؟ يعني دلوقتي لما تيجي تخش على الام اللي جنب الكلر بتاعه الديفيوز من هنا هتلاقي الاوبشنز بتاعه الجريدينت، صح؟ ممكن تيجي تشتغل من الغامق للفاتح تلاقي الالوان عامله كده معاك، عامله كده سواب، تلاقي ان اللون الغامق هو اللي فوق وبعد كده ابتدى يفتح وهو نازل لتحت. انا عايز اعكس اللون الاول والاخير دولت، امسك من الاول وديها على الاخيره، وبدل ما هي كوبي اقول له سواب، يعني بدلهم، هات اللي فوق تحت واللي تحت فوق، واسيب اللي في النص زي ما هو، فيعكس لك الترتيب. في مشكله في كده؟ يبقى انا في مشكله. طيب عايزك بس تاخد بالك من حاجه، في حاجه تحت اسمها جريدينت تايب، طريقه توزيع تدريجه اللون. في عندك حاجه اسمها لينير. يعني ايه لينير؟ يعني على خط ابتديت بلون كذا، في نص الخط ده ابتديت اشتغلت بلون كذا، وفي اخر الخط اشتغلت بلون كذا. اما في حاجه اسمها ريديال بعد كده، ودي هناخدها في اللي جاي، تمام؟ فانا دلوقتي ركز ان انا شغال بحاجه اسمها لينير، يعني هي حاجه عموديه فبيتقسم التدريجه عليها. اوكي فاقدر اعمل دلوقتي ان ايزوليت. طيب وبعد كده تعال نروح نعمل الماتيريال بتاعت الفلاور نفسها، تعال نعمل لها ايزوليشن عشان نتفرج عليها. طيب الورده دي بقى لما بتيجي تعمل الماتيريال بتاعتها، الليف نفسها بتاعت الورده دي ما بتبقاش كلها كلر واحد، بتبقى متدرجه، بتلاقي الاول في لون ممكن يكون ابيض شويه، بعد كده مثلا لو هي الورده حمراء فتلاقي في لون
مايل على الاحمر شويه. بعد كده اللون الاخير اللي بيبقى بره ده هو بيبقى اكتر لون تونيك او فيه ساتوريشن، فهو اللي بياخد اللون القوي بقى بتاع الورده، صح؟ طيب الكلام ده هيتعمل ازاي؟ بنفس الطريقه نروح على الماتيريالز، نقف على ماتيريال جديده، نعمل جيت ماتيريال ونعمل كورونا ام تي ال، وهروح بدل كلر هدوس على المربع اللي جنبها، وهروح برضو على جريدينت، عايز تدريجه لون، وهقول له اوكي. طيب فتح لي تدريجه اللون وقال لي برضو انت عندك ثلاث الوان، فانا هخلي اللون الغامق بتاعها اللي هو اللون الواضح قوي بتاعها ممكن اخليه احمر شويه او كده مثلا، اوكي. وبعد كده اللون يبتدي يفتح شويه، او حتى ممكن اغمقها دي سنه تكون الورده مبيتي مثلا شويه، وبعد كده هاخد الكوبي تحتيها واقول له كوبي، وافتح شويه، افتح اللون واخف الدرجه شويه كمان بتاعته، تمام. وهقول له بعد كده الجزء الداخلي خالص ده كوبي، ده هيبقى يعني بهتان خالص بالطريقه دي، اوكي. طيب هتيجي دلوقتي تقول لي انا تمام كده الدنيا بالنسبه لي، ارجع جو تو بيرنت، تمام، والماتيريال دي هقوم واخدها واعمل لها ايه، الساين على طول على الورده. فتلاقي ان الورده ايه اللي حصل فيها، بقى اللون اللي فوق ده غامق وابتدى ينزل، وبعدين ايه، تيجي تبص على الليف دي تلاقي الجزء ده غامق وبعد كده ابتدى يفتح، بعد كده تبص هنا تلاقي الجزء اللي فوق هو اللي غامق وبعد كده ابتدى يفتح. فتلاقي ان الورده مش ماشيه بسيكونس ثابت على كل ليف لوحدها، ابتدى يطبق الموضوع على الاوبجكت كله. انا مش عايز كده، انا عايز كل ليف لوحدها يبتدي يطبق عليها الموضوع ده. فبالتالي هقول لك المشكله كانت ان انت طريقه التوزيع بتاعه الالوان كانت لينير، كانت خطيه، انا محتاجه تبقى ايه، ريديان، يعني اكن في سنتر ويبتدي الجريدينت يطلع منه. فهروح على الام اللي ظهرت عندي من هنا بتاعه الجريدينت، وهنزل اقول له ان طريقه التوزيع بتاعتها راديال مش لينير، فتلاقي ان ابتدى يبان لك الفاتح، وبعد كده الاغمق منه سنه، بعد كده النبيتي خالص. طبعا لو عايز تعمل ايديت في الالوان براحتك وتغمق مثلا شويه مفيش اي مشكله، المهم ان انت عندك يبان التدريجه المعقوله بتاعتك بتاعه الورد، اوكي. دلوقتي تقدر تعمل ان ايزوليت، وتقدر تقف على الكاميرا برسبكتيف وتعمل ريندر وتشوف شكل الزرع ده هيطلع عامل ازاي في الاخر. برضه تقدر تعدل في اللايت زي ما انت عايز. وانا استنى هتخلص ريندر برضه نشوفها لما تخلص. دي الصورة اللي طلعت عندنا بعد ما الريندر اتعمل. طبعا زي ما اتفقنا انت بتقدر تطفي وتشغل في اللايت زي ما انت عايز. فيها بس مشكله بالنسبه لي شويه، مثلا ان اللايت الجرين الفاتح ده كان فاتح قوي، فمبين انها فيك هنا، فده كان ممكن يغمق شويه، ممكن تخلي الجريدينت اضعف من كده شويه، يكون فرق الدرجات مش كبير قوي زي ما احنا عملنا. لو احنا عملنا كده عشان نبين فرق الدرجه بتاعته، وعرفنا كده ان في راديال جريدينت زي اللي في الورده، وفي لينير جريدينت زي بتاع الزرعه ده، اوكي. طيب تعالوا بعد كده نروح نشتغل على الكاندل. هقفل الجروب ده خالص وهمسح الفلاور ديت، واجي من التوب فيو، وعايز دلوقتي اروح احط الموديل بتاع الكاندل او الشمع، فهعمل فايل امبورت ميرج، وهروح اختار الفايل اللي اسمه بلانت اند كاندل مودلز، واعمل اوبن، اوكي. وبعد كده هروح اقف على الكاندل واعمل اوكي، وامسك الموديل اللي نزل لي ده اجيبه في النص هنا قدام الكاميرا، وعلشان اشوفه لازم اروح اقف على الكاميرا وبدوس سي كاميرا. طبعا تقدر تنزل لتحت شويه بالكاميرا تعمل بان عشان تقدر تشوف الشكل بتاع الكاندل ده. طيب الموديل اللي قدامك ده هو زي طبق للشمعه، وجواه الشمعه نفسها،
ولو انت وقفت على البرسبكتيف كده وقعدت تلف، هتلاقي ان الشمعة ديت ليها زي الجزء الفتيل بتاعها وفي بلين فوق كده. حد يقدر يقول لي البلين ده بتاع ايه؟ وظيفته ايه البلين ده؟ لا طيب، هو مش الكاندل دي ليها فليم، ليها شعلة؟ الشعلة دي بتتعمل ازاي؟ تتعمل بصورة ويتعمل لها اوباسيتي. فعشان ابين الشعلة ديت، الماكس طبعا ما بيقدرش يقول لك ان في حاجة مولعة او ان في ان انا ولعت كبريت، ما بيقدرش يفهم ده. هو بيقدر يفهم صورة فيبان ان في فليم. طيب دي الطريقة اللي احنا هنعمل بيها اي حاجة فيها فليم، سواء بوتاجاز سواء شمعة، اي حاجة فيها فليم هنعملها بالطريقة دي. انما انت مش مضطر تعمل ده طبعا في حالة البوتاجاز، ان انت هتجيبه جاهز، بس تبقى فاهم اتعمل ازاي، وهتلاقي الكلام ده موجود جوه الموديل نفسه الجاهز اللي انت هتجيبه. لا جاهز شغال. لو انت نزلت الموديل ده فايرد، معمول ان هو باين ان هو فيه فليم، هينزل لك بالفليم بتاعته. الفليم صوره، مجرد صوره وعليها نور. طيب تعال الاول نمشي واحده واحده. الاول الفليم دي، تعال نفتح الاول جروب، نعمل اوبن ونمسك البلين بتاع الفليم ده. انا عايز ابين شكل الشعله فوق الكاندل. هتلاقي في الفولدر اللي معاك في حاجه اسمها كاندل فاير، هتلاقي فيه صوره، وصوره زي دي هي الصوره الحقيقيه بتاعت الفليم. فدي اللي تتحط فين؟ في الديفيوز. دي النقشه نفسها او دي التكتشر نفسها. طيب الصوره دي بامب. طيب هو الشعله نفسها فيها بارز وغاطس؟ ما فيهاش بارز وغاطس. طب صوره زي دي لو انا حطيتها في الاوباسيتي تعمل ايه؟ تمام، هتشيل الاسود وبعدين والمبيض ده هيفضل موجود. طب والتدريجه اللي جوه دي هتبقى برضو متدرجه، يعني سيمي ترانسبيرنت، وعلى حسب درجه اللون هتاثر. اتفقنا ان اي حاجه بتتعمل لود كابيض واسود، سواء في البامب او في الديسبليسمنت او في الاوباسيتي، هتاخد الاسود تشيله خالص والابيض تسيبه خالص والدرجات اللي بينهم تدرجها. اوكي، ده بالظبط اللي احنا هنعمله. طبعا في فليم تانية لو انت كنت حبيت تعمل لها صوره اوباسيتي وتاخد الشكل بتاعها يعني وتعمله معاك، بس احنا خلينا في اول شكل اللي معاه الاوباسيتي بتاعته جاهزه. فانا هروح على الماكس وهفتح ماتيريال اديتور وهقف على ماتيريال جديده وهعمل جيت ماتيريال واختار كورونا ام تي ال. اوكي، والماتيريال دي هروح اسال نفسي في الديفيوز، هي مش لون، هي صوره تكتشر. فهروح على البوكس ده وادوس عليه واروح على بيت ماب واروح اختار صوره الفاير دي. حتى ممكن اكبرها شويه كده. اوكي، طيب وبعد كده هرجع جو تو بيرنت وارجع اسال نفسي في ريفليكشن للشعله نفسها، ماتيريال الشعله بتعمل ريفليكشن؟ لا، ما تقدرش تشوف اصلا. انت عينك ما تقدرش تشوف جواها هي بتعمل ريفليكشن ولا لا. تمام، لانها حاجه منوره اوريدي، فانت زي اللمبه، لمبه منوره انت تقدر تعرف هي بتعمل ريفليكشن ولا لا؟ مش سهل، لو لمبه منوره قوي صعب، ما بالك نار بقى. طيب ريفليكشن هقول انها اكنها مش موجوده، ريفراكشن مفيش ريفراكشن، طيب بامب مفيش بامب، ديسبليسمنت مفيش ديسبليسمنت. انما عندي الصوره اللي انا حطيتها كانت عامله كده، كان فيها شكل الشعله، شكل الشعله بس حواليها اسود. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اشيل الاسود اللي بره ده واخلي الشعله بس اللي موجوده. حتى لو ممكن ان انا اعملها ابلاي على البلين ده عشان اشوفها بالشكل ده. كيف انا دلوقتي لما حطيتها على البلين باين ان فيها اسود حواليها، انا عايز افرغ بقى الكلام ده، فاروح على الاوباسيتي تحت في المابس واعمل لود بيت ماب، اروح اختار الصوره دي واقول له اوبن. طبعا اعمل جو تو بيرنت واعمل ابديت.
فتلاقي الصوره هنا ايه ابتدت تتفرغ. بص بقى عليها كده جوه السين بتاعك عامله ازاي، ابتدي باين الفليم ده هي مقصوص حواليها، حتى الحته اللي فيها الشعله متدرجه. طيب تعالى نقف على الكاميرا وتعالى نعمل ريندر ونشوف الشكل هيطلع عامل ازاي. لسه طبعا لسه انا ماشي حته حته. طبعا انت مش قادر تحس خالص ان في اي ضوء او اي حاجه، انت محتاج دلوقتي عشان تقدر تشوف الضوء بتاع الشمعه عامه ان انت تطفي النور. ضوء الشمعه مش بيبان لو في نور، محتاج تطفي شويه النور او تقل. فانا ممكن اطفي الضوء من فوق واطفي الضوء مثلا من على اليمين او من على الشمال، يعني ممكن اعكس كده اخلي الضوء بس من على اليمين، والمفروض ان الشمعه دي تنور صح، بس الشمعه مش منوره صح. كل اللي انا عملته ايه، ان انا عملت ماتيريال فيها شكل الفليم بس كده، انما في نور لسه ما فيش نور. طيب يبقى انا الشعله اللي انا عملتها دي محتاجه تاخد نور. طب تاخد نور ازاي؟ لا هعمل نور فوقيها، هعمل كده سفير لايت جميله فوق هنا هي اللي تنور من فوق، اكن الشعله هي اللي منوره. حد مش مجمع معايا؟ طيب فاكرين لما كنا بنشتغل في الاي اس لايت اللي هي الايفكت السبوت على الحيطه، كنا بنعمل ايه؟ كنت بعمل سفير لايت واخلي الاي اس بتاعها يرجع على الحيطه، بس هي مش هي السبوت، دي تحت السبوت بس عشان تديني الايفكت. نفس الفكره بالظبط، انا عملت الفليم لكن عايز ادي ايفكت النور بتاع الكاندل بتاع الفليم، فاعمل سفير لايت. اعملها منين؟ تعالى من التوب فيو وتعالى نعمل كرييت واعمل لايت، اختار كورونا، اختار كورونا لايت، واختار الشيب بتاعي سفير عشان ده المنطقي ان هي حاجه مكوره منوره تمام، مش ريكتانجل ولا ديسك. فانا هاجي هنا كده ومعامل ايه سفير كده حلوه، مش كبيره قوي مش صغيره قوي، واجي في الفرونت فيو اطلعها فوق. طبعا اطلعها فوق ممكن تسنترها شويه، ممكن اصغرها كمان سن بالطريقه دي، اجي اتفرج عليها في البرسبكتيف الاقيها عامله كده. طيب السفير دي هي اللي هتنور لي الدنيا، ممكن اصغرها تاني شويه كده وهي انزلها لتحت شويه. طيب زي ما اتعودنا ان اي سورس اوف لايت بنعمله لازم نعمل له ايه؟ لازم نعمله ديفاين، فلازم افتح الريندر سيت اب بتاع ليه؟ هنشيله طبعا، بس انا يعني خليك معايا واحده واحده. هنروح على ريندر اليمنتس واعمل اد وانزل على لايت سيلكت واسميها كاندل لايت تمام، وانزل تحت وادي البانل دي كده يمين شويه، اعمل سيلكت على السفير دي واعمل لها اد هنا عشان اقدر اتحكم فيها في اللايت ميكس واتاكد انها معمول لها ابلاي دي نويزنج، واقفل وتعالى نقف على الكاميرا وتعالى نعمل ريندر علشان نخش على الخطوه اللي انت كنت بتتكلم فيها. طبعا بعد ما هتعمل ريندر هتلاقي ان نور الشمعه دي ظهر فوق عندك، هو ده منطقي؟ مش منطقي، انا محتاج افكت اللايت لكن السفير ايه؟ ما تبانش صح؟ محتاج السفير دي ما تبانش، فلازم ان انا امسك السفير واروح على موديفاي واشيل الصح من على فيزيبل دايركتلي، يعني البادي بتاع السفير دي ما يبانش زي ما كنا خدنا قبل كده في الارتفيشال لايتس. اوكي وتعالى دلوقتي نروح نعمل ريندر. لا ما انت هتسيبها عشان دي تاثير الضوء نفسه، هينفع تستخدمها بس انت هتبقى يعني لو انت من الكلام المكتوب عليها، يعني مثلا في الفيزيبيليتي الاول فيزيبل دايركتلي البادي ده يبان، بعد كده فيزيبل ان ريفليكشنز يعني لما يكون في ريفليكشن تبان ولا لا، لو انت عامل ريندر من مرايه هتبان ولا لا، ممكن اخليها تبان بس البادي في الاساس مش باين، البادي في السين نفسه مش باين لكن في الريفليكشن باين مثلا، انما في الريفراكشن مثلا عايزه يبان لما تعمل ريفراكشن ولا لا، عايزه تعمل كوزاتكس تعمل جنريت للاوبشنز بتاعت الكوزاتكس اللي هي بتدي رياليتي للميه او للازاز ولا لا،
لو انت حاططها في اباجوره جنب ازاز، تمام؟ فافضل انت ما تلعبش في دول. هنستناها تعمل ريندر عشان نتفرج عليها بعد ما تعمل دينويزنج. طيب كده الصوره عملت ريندر وخلصت. محتاج ان انا ابص على اللايت كده. في لايت نور من فوق خلاص، او اكن الفليم دي هي اللي منوره، تمام؟ بس لونها مش هو ده بتاع الكاندل. طيب ايه اللون بتاع الكاندل؟ لو كنتوا تفتكروا في الكلفن سكيل، الكلر بتاع الكاندل مش ابيض. كلر الكاندل المفروض ان هو مصفر. طب مصفر في الكلفن سكيل كام يعني؟ يقول لك ممكن 2000 ونص، 2500. انتر، فديك اللون البرتقاني ده اللي هو بان هنا كده، ده ممكن تبقى 2000 كمان، تبقى برتقاني اكتر، بس يعني كده زياده قوي، فممكن نخليها 2500 مثلا، نرجعها تاني كده 2500، تديك بس سنه الاصفرار بتاع الكاندل. اوكي، وهروح اقول له اوكي، وتعالى بعد كده نروح نعمل الماتيريال بتاعت الطبق ده، وبعد كده نخش في الماتيريال بتاعت الكاندل نفسها اللي هي فيها بقى فيها الفكره كلها يعني. طيب تعالى نمسك الطبق ده ونروح على الماتيريالز، نروح على ماتيريال جديده، وهنعمل جيت ماتيريال كورونا ام تي ال، وهروح اديلها لون بس اعملها بلاستيك، حاجه سوليد كلر كده، ادي لون غامق شويه. اوكي، وهروح اديله ريفليكشن مثلا 0.5 مثلا بالطريقه دي، وهروح اعمل له اساين عليها على طول. طيب تعالوا بعد كده نعمل البادي بتاع الكاندل دي. هروح على سلوت جديده وهعمل جيت ماتيريال واقول له كورونا ام تي ال. اوكي، وهكبر الماتيريال دي. طبعا انا كاتبها لك في فايل البي دي اف طريقه العمل بتاعها بالتفصيل علشان انت وانت بتجرب ما تتهش، تلاقي نفسك ماشي على ارقام مظبوطه. طيب بصوا يا شباب، دلوقتي احنا الستبس بس الاول بتاعت الكاندل، ان انت كان لازم تعمل فليم الشعله نفسها، وكان لازم تنور الكاندل دي من فوق، لازم يكون لها افكت نور، وافكت النور ده لازم يكون ليه لون، ما ينفعش يبقى ابيض وخلاص، لازم يبقى لون الكاندل اللي هو الاصفر اللي انت بتشوفه، صح؟ ادام ظبطت نفسك وعملت الريندر بتاعك بان فليم النور وبقى لك بس بادي الكاندل، هتعرف تظبطها وتطلعها مظبوطه، لان انت كل حاجه تانيه عملتها خلاص، تمام؟ عشان هي بتحتاج الانفايرمنت ده عشان تطلع الماتيريال تبتدي تحس بيها، لازم يكون في ضوء فوقيها، الفيلم واضحه، الضوء من بره ضعيف عشان نبتدي تشوف الماتيريال بتاعت الكاندل. طيب فتعالى نسال نفسينا سؤال ونشوف في الديفيوز، الكاندل نفسها الشمعه نفسها ليها لون؟ احيانا بيبقى له ليها لون، ممكن تجيب شمعه لونها نبيتي، ممكن شمعه لونها موف، في كذا نوع شمع بيتباع ليه مليون لون، لكن انا هعتبر ان لونها هو هو الجراي ده الديفولت ده، مش هلعب فيه خالص. اوكي، وبعد كده تعالى نسال نفسينا في الريفليكشن، الريفليكشن بتاعك الكاندل دي بتعمل ريفليكشن ولا لا؟ البادي ده مش لو انت جيت تنور نور عليها هتلاقيه بيعمل لسعه لسعه كده؟ تعالى حتى نبص عليها هنا في البي دي اف، شايف في لسعه ضوء من بره عليها، صح؟ بيعمل ريفليكشن، فهتقدر ان انت تروح في الريفليكشن تقول له ان الريفليكشن قوي، هعمله 1 او 0.99، ولكن الجلوسينس درجه وضوح الاوبجكت اللي معكوس على الكاندل ضعيف، صح؟ فانا هخليه مثلا 0.5 واعمل ابديت كده اتفرج عليها. اوكي؟ طيب لسه طبعا ما بانتش معايا، لسه بجهز في الماتيريال. بعد كده هسال نفسي في ريفراكشن الضوء بيخترق الشمعه ولا لا؟ بيخترق الشمعه، صح؟ جزء، صح؟ بس في ريفراكشن يعني النور بيخترقه. طيب انا هقول في الريفراكشن ان الضوء بينفع يخترق الشمعه، بدليل ان انت ممكن لو ضوء عالي قوي من ورا الشمعه ممكن الشمعه كلها تنور، فانا هقول لك ان الريفراكشن بتاعي 0.99، ريفراكشن قوي، ولكن درجه وضوح الاوبجكت من خلال الشمعه مش واضح، صح؟ يكاد يكون معدوم، لان انت مش بتشوف الاوبجكت جوه الشمعه، فبالتالي الكلوزنس بتاعها قليل، فاعمله 0.2 واعمل ابديت واتفرج عليها.
اوكي. طيب بعد ما عملنا الليفل بتاع الريفراكشن والجلوسنس، هنرجع نسأل نفسينا اي او ار اندكس اوف ريفراكشن ايه ده؟ هو الشمعة ليها اندكس اوف ريفراكشن؟ هقول لك طبعا، مش الضوء بيخترق البادي ده، لازم يكون ليه معامل انكسار للضوء. طب معامل الانكسار بتاعها كام؟ هنمشي زي الفايل بتاعنا، احنا عاملينها 1.64. اوكي؟ فانا هكتب هنا 1.64. اوكي؟ وخد بالك لما كنا بنكتب اي حاجه في الاي او ار هنا، كنا لازم بناخدها ونروح نحطها فين؟ في الفريسنال اي او ار فوق، ده من المره اللي فاتت كنا بنقول الكلام ده، فانا هاخدها كده كوبي زي ما هي، اما اروح هنا واكتب نفس الرقم 1.64. واروح اعمل ابديت اشوف اخر ابديت عندي عمل ازاي. ماشي. طيب بعد كده انا دلوقتي ظبطت الديفيوز والريفلكشن والريفراكشن، تمام، وما عنديش بامب وما عنديش ديسبيسمنت، صح؟ طيب في الشمع بقى هيزيد حاجه في الماتيريال دي، وهي شايفين الرول اوت اللي اسمه فوليومتريك اند تريبل اس، ده هي سكاترنج اللي هي اختصار للسكاترنج عامه. طيب يعني ايه الرول اوت ده؟ الرول اوت ده بيقول لك ان انا بقدر اخلي الضوء يخترق البادي ده لمسافه معينه. يعني ايه المسافه معينه؟ يعني الضوء لما يقرب منه يبتدي يخترقه اكتر، او لما يبعد يبقى فيه يخترقه اقل. مثلا انت اللي بتحدد الديستنس بتاعت الاختراق دي، تمام، اللي هو بتقدر تحس باللون ده اتسحب جوه الماتيريال قد ايه. وهي دي الكاندل، لما تيجي تشوف في الصوره المترندره فتحس ان الجزء اللي فوق اللي كان قريب من الضوء هو اللي ابتدى ياخد اللون، يشرب اللون شويه، يشرب الضوء شويه، انما اللي تحت ماله؟ لما تيجي تبص تحت كده ما تلاقيش حاجه. طب الديستنس دي من هنا لهنا كام؟ انت اللي بتحددها، لو حددتها لقيتها كبيره تقللها شويه، لو عملتها لقيتها مش باينه خالص تزودها شويه، تمام. طيب انا في الحاله دي هستخدم في الفوليومتريك اند تريبل اس، هختار ان الديستنس بتاعتي في الابزوربشن كلر والديستنس، في الديستنس هعملها 2 سم، 2 سنتيمتر. الضوء هيخترق الشمعه دي، هيخترق اول 2 سم، وبعد كده يبتدي ايه يحصل له فيدنج انه يختفي، تمام. طيب بعد كده عندي في حاجه اسمها ابزوربشن كلر، لما الشمعه دي تمتص الضوء بيبان الضوء جواها عامل ازاي، يعني اللون نفسه بتاعها بيبقى عامل ازاي، لون الريفراكشن جوه البادي عامل ازاي. فانا هقول له انا المفروض ان انا اختار لون عامل ازاي، لون يكاد يكون يعني مش هقول اوف وايت او بيج فاتح، يكون بس لون واخد تاتش البيج الفاتح خالص، على اساس ان هو ده لون الشمعه، تمام. زي ما احنا في الازاز كنا بنعمل في الفوك كلر، كنا بنختار لون فالازاز يتلون على لونه لما الضوء يخشه، نفس الكلام في الشمعه، ولكن المره دي انا بحطها فين؟ في الابزوربشن كلر، في السكاترنج هنا. طب اللون انا هختاره ايه؟ انا حاطط لك لون ديفولت كده اللي هو 293 230 211، هو لون بيش فاتح خالص خالص خالص، قرب شويه للجري، تمام. فانا هروح اختار لون وهكتب الفاليو بتاعتي اللي هي 239 230 211. اوكي؟ طبعا هتقدر تشوف اي لون تاني براحتك، انا بص حتى اللون هنا بسيط جدا، واقول له اوكي. طيب تقدر دلوقتي ان انت توريني البريفيو بتاعك عامل ازاي؟ طيب تعال نجرب كده نعمل ريندر عشان نشوف، ممكن تكون اتعكست بس. طيب ينفع اتعكست. طيب انا هخلي ده زي ما هو كده، هاخده كوبي واحطه في السكاترنج كلر كوبي، على اساس ان ده يبقى برده بتاع الاختراق بتاعها. فما تيجي تفتح هنا دبل كليك هتلاقي شكل ماتيريال بدل ما كان اسود ابتدى
هتلاقيه ابتدى ياخد اللون الكريمي شويه بتاع الكاندل، لان هو بس خد وقت شويه عشان يحسب الريندر بتاعها عامل ازاي. فانت هتحط الكلر عندك في الابزوربشن وفي السكاترنج مع بعض، وهتروح تعمل له اساين على الماتيريال عادي جدا، فهتلاقي ان الماتيريال ابتدت ايه تبقى شفافه شويه، فتروح تعمل ريندر يبان لك شكل الكاندل في الاخر هيطلع عامل ازاي. وهنستناها تخلص ريندر خالص. طيب ده شكل الكاندل في الاخر. فيها طبعا تبتدي تحس انها ابتدت تشرب شويه من الضوء، علشان السكاترنج ديستنس كانت 2 سنتي. طبعا لو زودت ال 2 سنتي دي هتلاقي اللون ابتدى يتسحب اكتر لتحت. طيب اللون اللي احنا حطيناه، معلش بس، مش هيتحط في الابزوربشن كلر، هيتحط في السكاترنج كلر بس، انما الابزوربشن كلر دي هتفضل زي ما هي، اللي هي 50% جراي، وده اللون اللي بيبان بعد ما الضوء بيعمل سكاترنج او بيخترق الشمعه، يبتدي يرجع تاني للجري فاليو بتاعته اللي هي اللون ده. اوكي. وطبعا لما بيجي نحط لون، بنحط لون فاتح خالص، مش بنحط لون جامد، علشان اللون ما يبصش مننا. طيب تعال نشوف تاثير الاضاءه لما نيجي نزود الكاندل لايت. خليها مثلا 2 3، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ان مسافه ال 2 سم بتاعتك دي بتنور اكتر، صح؟ فيبتدي يديك واقعيه اكتر للشمعه. تمام. طبعا حبيت تزود ال 2 سم، تخليها 3، تخليها 4، براحتك. بس طبعا كل شمعه انت عايزها وعايزها بمواصفات معينه هي اللي تقدر تتحكم فيها من هنا. وطبعا هرجع تاني ل 1، ممكن تبقى 0.2 مثلا، فتبتدي تضعف خالص. طب 0، طب بتطفت خالص، فبص ما تلاقيش ان في سكاترنج حصل، صح؟ انما ممكن تيجي تزود مثلا 0.09 مثلا، ف تقدر تحس بخامه الشمعه، بخامه الشمعه نفسها، حتى لو الضوء بتاع الشمعه نفسه مش منور، فتقدر تحس بالخامه نفسها بتاعت الشمعه نفسه كانه موجود في مكان لوحده، تقدر تحس بيه، عينك بتقدر تلقطه. اوكي. غير طبعا لما تيجي تشغل الكاندل تعليها، تخليها 1.5 مثلا، وتطفي بقيه الانوار. طبعا بص كده حتى والنور كله مطفي عامله ازاي. تمام. تقدر تنور نور منهم، فيبتدي الجزء ده يبان معاك. في مشكله في كده؟ وطبعا فيها ريفليكشن من بره، اللي هو الفاليو اللي احنا اديناها لها، فبتبقى صوره واقعيه للشمعه. ودي الطريقه اللي بتعمل كل انواع الواكس. طيب ايه اللي ممكن نعمله بالماتيريال بتاعه الواكس؟ حاجه زي كده. انت دلوقتي لما تيجي تبص للموديل اللي قدامك ده، هو مفيش ضوء جواه، صح؟ ولا في ضوء شمعه، ولا في فتيل ومنوره، صح؟ طيب انما بالاوبشنز بتاعتها، بالسكاترنج بتاعتها، بالكلر بتاعه السكاترنج، هي اللي محسساك لما تيجي تبص للشكل ده انه شمع، ان هو تقدر كده اكنك لمسته بايدك حاسس انه شمع، هو اللي مديك الايفكت ده. تمام. ودي صوره للاوبشنز بتاعتها لو انت عايز تعمل ده. طيب ايه الفرق بين ده وبين اللي احنا عملناه؟ الفرق في الكلر اوف سكاترنج، وفي طبعا في الديستنس بتاعت الاختراق بتاعت الضوء. فالديستنس والكلر اوف سكاترنج هو ده اللي مديك الايفكت اللي قدامك. اوكي. تعالى نشوف الصوره اللي بعدها. ده برضو واكس شمع برضو، ولكن ايه اللي فارق؟ فارق طبعا الديستنس والكلر. هو هنا عامل كلر احمر شويه، ومغير شويه في الابزوربشن كلر عشان يديله الايفكت ده. بس طبعا الايفكت ده بالنسبه لي اقوى شويه، او اللون ده احلى شويه. ده درجه من درجات الواكس. طبعا ليه مليون نوع ومليون شكل، انما بيقدر يقول لك ان انت بتقدر تلعب في الالوان دي وتديني افكت جديد. طيب حاجه زي كده، فالسكاترنج كلر عمله برتقاني، فبتبتدي تحس ان هو قرب اكتر لانه ازاز مثلا، او حاجه مطبوعه 3 دي مثلا، او حاجه زي كده. طيب تعالى بعد كده نكمل، فهتلاقي ان العصير، العصير بمختلف انواعه بيتعمل بالطريقه دي، ان هو لما تيجي تبص للشاليمون اللي جوه مثلا، وتلاقي في جزء منه باين وجزء لا مختفي، الليكويد اللي جوه ده بتاع العصير بيتعمل بالسكاترنج. فهنا مدي لك اوبشنز ان انت عايز تعمل الماتيريال بتاعه العصير ده تعملها ازاي. طبعا في الحاله دي انت المفروض تعمل موديل من بره اللي هو بتاع الجلاس نفسه، وتحطه جواه سلندر اللي هي بتاعه العصير، وتديها الماتيريال دي. طيب حاجه زي الملك، نفس الكلام، نفس الفكره بتاعه السكاترنج، ان الضوء يخترق سنه من الحاجه دي.
تمام. طبعا حاجات الشمع بقى بمختلف انواعه، حاجات زي كده، كل ده بيفرق في السكاترينج ديستانس وفي الكالر، سواء في الابزوربشن او في السكاترينج كالر. حاجه زي كده التمثال ده يبقى شمع. انواع شمع زي كده، زي تماثيل معموله بالشمع، تقدر تحس من غير ما يكون في ضوء لازق فيها او شمعه ان هو حاسس بعينك ان هو شمع. اوكي، حاجات برضو زي كده، حاجه زي مثلا التمثال ده، تمام. دي الحاجات اللي بقدر اطلعها بالشمع.